The Gusman style system. نوزيا شلون فوميتنج. دكتور؟ يعني شنو الكومبلينتس او الامراض اللي تصير عندنا بالجاستن ستانل سيستم؟ الامساك والدياريا و... عافيه، كونستيبيشن، دياريا، الألسر. نوزيا، فوميتنج، جاستريك ألسر، جاستريتس، ار بي الانفكتد اس، الاي بي اس اللي هو الريتبل باول سيندروم، كولايتس. ليفر ديزيز. زين، هاي كلها كومبلينتس تصير عندنا بالجي اي تي. زين، هسه نجي احنا شنو؟ اول شيء راح ناخذ الدياريا. زين، طبعا الفايتوثيرابي لها دور كلش كبير بالتريتمنت اوف جاستمنت ستانل المنت. زين، خاصه الدياريا، الكونستبيشن، الاي بي اس. الاي بي اس هواي هواي سبلمنت نقدر نستخدمها للاي بي اس، وعندها فعاليه كلش قويه. ليفر ديزيز، ليفر ديزيز من يعرف الليفر ديزيز شنو يستخدم لها؟ واحد ون اوف ذا موست امبورتنت فايتوثيرابي اللي يستخدم الليفر ديزيز، اللي هو شنو؟ اخذناه بالكورس الاول، سلامارين. زين، سلامارين او الميلك فيسل، هذا لحد هسه يستخدموه ذا اونلي تريتمنت فور ليفر سيروسيس وليفر انجري. هسه نيجي الدياريا. من يسولف لنا على الدياريا وشنو التريتمنت مالته؟ ما دكتور خلينا يمكن نحكي. يعني زيادة حركتنا معاها. ايه، زيادة الدياريه هي زيادة حركة الأمعاء. زين، ايش راح ينتج عنها؟ إنتاج لنا سوء هضم. loss of electrolyte. زين، نعم one of the دكتور. most important determinant of of health associated with diarrhea is the loss of electrolyte. يعني البيشنت اللي يصير عنده دياريه، زين، راح يفقد سوائل هوايه. من يفقد سوائل هوايه راح يفقد وياها الكترولايت هوايه. زين، هنا ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده ديهايدريشن، نسميه جفاف. نشوف الدياريه one of the most important cause in, of death in children under 5 years. يعني تقريبا 2.5 مليون طفل يموت بالدياريه بالعالم بالسنه الواحده. ليش؟ بسبب شنو؟ بسبب الديهايدريشن. لذلك الدياريه من يجينا كيس دياريه للصيدليه لازم ابد من يعني من نتجاهل او من نعتبره ماينر ايلمنت. ليش؟ لان ممكن اذا 3 ايام دياري سيفير دياري ممكن يصير عنده ديهايدريشن. من يصير عنده ديهايدريشن ايش راح يصير عنده؟ طفل من يصير عنده ديهايدريشن او اي بشر من يصير عنده ديهايدريشن ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عندنا كدني انجري. من يصير عنده كدني انجري ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا كدني فيلير وراها يموت. زين، اول شيء، اول يعني انت قاعد بالصيدليه، جتك مره قالت لك ابني عنده دياري، اول سؤال تساله ايش قد صار؟ زين، قالت لك يومين، ايش راح تنطي؟ لازم تنطي نسميه اورال ريهايدريشن سوليوشن، او ار اس. زين، شايفين هاي الاكياس بالصيدليه او ار اس؟ هذني ذا موست امبورت فيس لاين. نيو زين، لايت فيس لاين، اعتقد. اي، هو الاو ار اس بشكل عام. يعني كلها اكو تشاس واكو شو اسمه بطل سيرب. يعني ون اوف ذا موست فيس لاين، اول دايركت قبل نطيق الاو ار اس. ليش؟ لان هو يعني حتى لو ما نطيت اي تريتمنت، نطيت بس او ار اس كلش كاف. خوش، يعني اذا جتك قالت لك والله قبل يوم صار دياري، زين، راسا تنطي او ار اس. ليش؟ لانه هو فيس لاين، فيس لاين تريتمنت. زين، شو اسمه، احنا الاو ار اس ليش متكون؟ متكون من صولت وشوجر وجلوكوز و ان اي سي ال وصوديوم وكلورايد، ويعني الصولت اللي يحتاجه الجسم اللي يفقده خلال التياري. عندنا ناتشرال او ار اس اللي هو اوف بلانت اورجن. اللي هو شنو؟ من يعرف الناتشرال او ار اس؟ اللي هو احنا قبل يعني شو اسمه تراديشنال تريتمنت للدياريا. شو الرمان؟ شو او الرمان ار اس أعتقد؟ شو الرومان تنن بيها، بس احكي لك على او ار اس، اورال ريهايدريشن سوليوشن ناتشرال، موجود عندنا ببيوتكم، ماكو بيت ما موجود عنده. زين، شنو هو؟
NACF. لا يعادل يعني اللي ياخذ البيشنت يعادل عندنا الاو ار اس الموجود بالصيدليه، واحسن كفاءه من عنده، احسن كفاءه من الاو ار اس الموجود عندنا بالصيدليه. اللي هو شنو؟ فوح التمن. من نغسل التمن احنا شو يصير؟ هذا المي الابيض زين، هذا او ار اس موست افكتيف، مور افكتيف ذان الاو ار اس الموجود عندنا بالصيدليه. ليش؟ ب نسميها بوليسكرايد. هاي البوليسكرايد ايش بيها؟ رابدلي يصير بيها ديجراديشن بالانتستين، تتحول الى شوجر، الشوجر من يصير لها ابزوربشن زين، راح بنفس الشانل يطب الصوديوم، بالتالي راح يسوي لنا انكريز بالووتر شيفت فروم اكسترا انتستاينال للانترا انتستاينال. اوكي، فوح التمن هذا المي الابيض مال التمن هو او ار اس. يعني تقدر اذا اجاك بيشنت يعني كلش بورو هاي، يقول له يعني في واحد تمن انطي لطفلك زين، هو هذا عادل الاو ار اس واحسن من عندها. اوكي، يسموها ريزا ساتيفا او الووتر اوف ريزا ساتيفا زين، هذا هو او البارلي ووترز، حتى مي الشعير، بس احنا ما عندنا يعني اكثر شيء هو في واحد تمن. اوكي، هذا فيما يخص الأوريزا ساتيفا اللي هو التمن. قلنا الميكانيزم انه هو يتحلل الى سمبل شوجر، بالتالي الشوجر من يصير الابزوربشن راح يصير الصوديوم ريفرس، الصوديوم راح يدخل بداخل الجي اي تي هيومن، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير انكريز بالووتر شيفتنج فروم ذا اكسترا from the intra intestinal to the extra intestinal عفوا زين. اوكي، يعني راح ال من يمتص الشوجر، شوجر باعه من يمتص الشوجر من ال احنا عنده دياري، يعني دياري يعني عندنا هواي ووتر موجود باليومن زين، من يطب الشوجر ويمتص راح يطلع برا لليومن، راح يطلع وياه الصوديوم، يعني الصوديوم والشوجر مرتبطات ببعض بنفس التراك او بنفس الشانل، يطلع الشوجر برا راح يزداد الاوزموتيك بريشر، بالتالي ايش راح يصير؟ راح ينتقل الووتر حتى يعادل الاوزموتيك بريشر الموجود عندنا. اوكي، بالتالي من يطلع الووتر من اليومن راح تخف عندنا الديال. اوكي، يعني يزيد لنا الريابزوربشن مع الووتر فروم اليومن. اوكي، عندنا بعض غير الاي بي، غير الاو ار اس او الاورال ريهايدريشن سولوشن، عندنا بعض الناتشرال برودكت اللي نستخدمها للتريتمنت اوف دياري، مثل ما قال زميلكم قبل شويه اللي هو قشور الرمان اللي هو التانن زين. تذكرون احنا بالكورس الاول اخذنا التانن، التانن هي بولي فينوليك كومباوند. شو تسوي لنا هاي البولي فينوليك كومباوند؟ تسوي لنا استرينجنج افكت بالجي اي تي، بالتالي تقللنا الدياريا زين. هسه صار عندنا كم شغله للتريتمنت اوف دياريا اللي هي ناتشرال، احنا نحكي لكم عن ناتشرال سورس اللي هو الاوريزا ساتيفا اللي هو فوح التمن او ار اس ناتشرال او ار اس، صار عندنا التانن، التانن اللي هي قشور الرمان. ومن يعطيني نبات بي تانن؟ نبات بي تانن أتروبين تانن، نبات بي تانن. شاي شاي، شاي هاي اوراق الشاي زين، هاي كلها تانن. يعني شاي حتى لو واحد عنده دياريه زين، ياكل اوراق شاي هاي بيها تانن، يصير عنده شو اسمه ريليف للدياريه. اوكي، بعد عندنا شنو؟ شوف العشابين عندهم هذا اللي يسموه الخرنوب زين، هذا انتنس كونستريشن مال تنن بي زين، هاي كلها نباتات نقدر نستخدمها بيها التنن. اي نبات بيه تنن نقدر نستخدمه هذا شنو؟ از ريميدي فور دياريا. الاوبيويد دريفيتيف، احنا نعرف الاوبيويد الكوداين والمورفين تستخدم از شنو؟ بين كيلر، ناركوتيك انالجيسيك. بنفس الوقت نقدر نستخدمها للتريتمنت اوف دياريا، ليش؟ لان هي راح تشتغل على الاوبيات ريسبتور الموجود بالجي اي تي، بالتالي ايش راح تسوي؟ تقللنا
الاكسترا موتيليتي. اوكي، بس احنا ما نقدر نستخدم الاوبيويد. ليش؟ لان مورفين وكوداين يستخدموا تريتمنت اوف دياريا. ايش سوينا هنا؟ راح نزيد الادكتيف بوتنشال حتى نعالج دياريا، فما عندنا. قبل هاي بالقديم الزمان كانوا يستخدموها، هسه اكو ستاتيك دريفيتيف مالتها اللي هو اللوبرامايد. شايفين اللوبرامايد بانكوتيل بالصيدليه؟ نعم اللوبرامايد دكتور، بانكوتيل دايركس هذا دوما دكتور. هذا اوبيويد دريفيتيف بس ساينثيتيك سيستمك، ما يعبر سيستمك سيركوليشن، شويه بولر موليكول مالته، ما تعبر، ما توصل للسي ان اس، بس يشتغل بنفس الوقت نفس الكوداين والمورفين بتريتمنت اوف دياريا، بس بنفس الوقت ما عنده سايد افكت. ليش؟ لان هو ما يعبر للسيستمك سيركوليشن. زين، هسه بالجديد قاموا يستخدمون ابيوز، يعني اكو هوايه بيشنت يسوون ابيوز للوبرامايد، ياخذون فد 10 حبايات حتى ينطيهم شويه من الافكت مال الكوداين والمورفين وهاي السوالف. اوكي، يعني هم بي اكو ابيوز بوتنشال. البلك فورمينج لاكزيتيف، من اسمها بلك فورمينج لاكزيتيف، نقدر نستخدمها للدياريا؟ لا بلي. بلي، ليش؟ من يقدر يقول لي الميكانيزم؟ بلك فورمينج لاكزيتيف نقدر نستخدمها للدياريا، وشنو الميكانيزم؟ شنو الميكانيزم؟ بلك دكتور فورمينج يمكن لاكزيتيف، ايه يمكن تزيد الضغط الداخلي بالقناة الأمعاء، فالسوائل أو الإلكترونات تتحرك خارج القناة. اي باو البولت فورمينج لاكزيتيف. احنا الدياري شو يصير عندنا بالداخل الانترستانال تراكت؟ يصير عندنا هوايه فلويد، زين، يعني هوايه ووتر. البولت فورمينج لاكزيتيف من ناخذها احنا شو يسوي بالووتر؟ يسوي لها أبصر ابزوربشن، زين، يعني راح تمتص الووتر اللي موجود عندنا بداخل اليومن. اوكي، بالتالي راح اقل عندي الووتر اللي بداخل اليومن، بس بشرط لازم اخذ وياها كميه ووتر قليله. زين، تذكرون احنا بالكونستبيشن البلك فورمينج لاكزيتيف لازم ناخذ وياها هوايه ووتر حتى لا يسوي لنا انترستانال اوبستراكشن. هاي بحاله الكونستبيشن. حاله الدياريه ناخذ وياها مينيمم اماونت اوف ووتر، او ما ناخذ وياها ووتر اصلا. ليش؟ حتى من تدخل بداخل اليومن تلقي ووتر هوايه، راح يصير لها سويلنج، وبالتالي راح تقلل لنا الانترستانال موتيليتي. مفهوم؟ واضح؟ فهمنا شلون البالك فورمينج لاكزيتيف نقدر نستخدمها بالتريتمنت اوف دياريا؟ واضح دكتور. تمام. هسه نيجي على النباتات اللي تحتوينا على اللي نقدر نستخدمها للتريتمنت اوف دياريا. ستارش اللي هو الاميليوم، ستارش هاي المشي كلكم تعرفونه، زين، هذا بي اكو الاوريزا ساتيفا اللي هو هذا قلنا نشا التمن، الزيميز اللي هو نشا الذره، السولانم كيبروسوم هذا نشا البطاطا، زين، نفس الميكانيزم انه تتحلل الى سمبل شوجر، وسمبل شوجر يصير لها ابزوربشن، بالتالي راح شفت الاوزموتيك بريشر، وبالتالي راح تقلل الدياري. الثاني كونتيننج دراج اللي هي قلناها قبل شويه، زين، هاي اي نبات يحتوي لنا على تانن نقدر نستخدمه بتريتمنت اوف تريتمنت اوف شنو؟ اوف دياريا. زين، من عندها نعم سانجي صوبا او اوفيشناليس بلاك كاتشو، هاي تذكرون العفص واللحاء البلوط، الكويركس روبر، وتي جرين تي او ليف بلاك تي، زين، حتى الكوفي، يعني اي نبات يحتوي لنا على تانن نقدر نستخدمه لتريتمنت اوف شنو؟ اوف دياريا. ميكانيزم نشرح استرينجنت افكت، زين، ذكرهم بالكورس الاول، بس بشرط هاي الادويه اللي تحتوي على التنين او النباتات اللي تحتوي على التنين ما يصير اخذها ويا اذر دراج اللي هي مثلا البيسك دراج الالكالويد. ليش؟ لان تذكرون بالالكالويد اخذنا او بالتنين اخذنا تسوي كومبلكس فورميشن ويا الالكالويد، بالتالي ما يصير اخذها اني ويا الالكالويد.
زين ما يصير اخذها ويا الامينو اسيد او البروتين. ليش؟ ليش ما يصير اخذها ويا الامينو اسيد او البروتين؟ اي يسوي لنا هو بريسبتيشن. يسبب ترسب. نسوي لنا بريسبتيشن للامينو اسيد والبروتين. اوكي مفهوم لحد هنا؟ هسه نيجي على الكونستبيشن. مين يعرف لنا الكونستبيشن؟ يعني شنو الكونستبيشن؟ يعني قلت في حركة الأمعاء دكتور. قلت حركة الأمعاء. مش وقت نقول على هذا البيشنت هو كونستبيتد، مش وقت نقول عليه مو كونستبيتد. باور إذا كان عند الباول موفمنت less than once in two or three days هذا نسميه constipation. يعني بطنه ما تروح، تروح أقل من مرة كل يومين أو ثلاثة. زين يعني كل يومين أو ثلاثة تطلع مرة واحدة بطنه، هذا نسميه constipation. زين شنو أسباب الكونستبيشن؟ ليش يصير عندنا constipation؟ من يعرف؟ ممكن أخذ أدوية ايه الأنتي ادوية دايريال مثل شنو؟ تسبب لنا. انتي دايريال انت قلة عفوا تأكل الألياف، يعني ما يأكل الألياف. الالياف الفايبرز، فايبرز منو فاتح ما يخلي يسبب شنو؟ دكتور القولون العصبي. القولون العصبي هم one of them. دكتور هذا مال الجامعة، يعني ميت مال الجامعة. تمام. هسه شنو قلنا اسباب الكونستيبيشن؟ اسباب الكونستيبيشن هواية. اول one of the most important cause of constipation is the lack of fiber in diet. زين sedentary lifestyle، يعني احنا بطبيعتنا هسه اللايف ستايل اللي نعيشه مو مثل قبل. هل قبل كانوا ياكلون فيجيتابلز وفايبرز هواية، زين بالتالي الهيلث مالتهم اعلى من هسه. هسه احنا sedentary lifestyle فاست فود، بالتالي الفايبر انتيك يكون كلش قليل عندنا. وهذا one of the most important cause of constipation lack of fiber in diet. زين sedentary lifestyle خلينا نقول ال decrease بالموفمنت، ال illness، ال illness ما يتحرك patient، lack of physical activity، هذا كله causes the constipation. كذلك مثل ما قال زميلكم ياخذون الادويه اللي هي الاوبيويد. الاوبيويد يسوي كونستبيشن، او الانتي دياريال دراج دوبرامايد او غيرها. زين هاي كلها تسوي لك كونستبيشن. بعد شنو؟ الاي بي اس، الاي بي اس ايه الاي بي اس one of the most important cause of constipation، دياريا كونستبيشن alternating. زين هسه عرفنا شنو الكوز مال كونستبيشن، نيجي شلون نعالجها من وجهه نظر الناتشرال برودكت. مناسب يعني الناتشرال برودكت فايتوثيرابي. يعني احنا هنا يعني بالعراق او بال خلينا نقول الوطن العربي كامل ما نهتم بالفايتوثيرابي، بس هي باوروبا ترى رقم واحد. يعني اعطيكم مثال اكزامبل، بالمانيا، المانيا هسه تروحون يفضلون الفايتوثيرابي على الكيميكال دراج. ليش؟ دائما ريليتد تو نيتشر، اي شيء من نيتشر ما بيصير افكت. زين هيلثير، بس لما تجيك كيميكال مويتي دائما يكون بيها سايد افكت. فاحنا يعني اللي يشوفون هسه منو اكثر بلدان تنتج للفايتو سبلمنت او الهربال سبلمنت؟ منو؟ اوروبا. زين one of the most important exporting of herbal supplement. ليش؟ هناك اي شيء اورجانيك، يعني اورجانيك يعني معناته ناتشرال، معناته without side effect. والعكس تماما عندنا هنا. ليش عندنا هنا عكس تماما؟ لان الطبيب يجي يقول لك ها اني اريد دراسه تثبت انه هو فعال. زين هو ناتشرال، هو اورجانيك وفي بحوث،
احنا مشكلة الهربال سبلمنت ليش هسه يعني دراسات عليها قليلة؟ ليش؟ لأن شركات الأدوية ما يصرف لها تسوي دراسة على البرودكت موجود عندنا بالماركت صار لعشر سنين ومتوفر لأي شخص، ما يصرف لها، يعني الدراسة تحتاج فلوس، تحتاج ضخ فلوس يعني ملايين الدولارات. فنشوف دائما الهيربال سبلمنت اصلا ما داخله بالاف دي اي، ما داخله بالاف دي اي ابروفال. والسبب الرئيسي شنو؟ lack of studies، lack of research. ليش؟ لان الريسيرش تحتاج دعم، money support. فش ماكو شركه ادويه تجي تسوي ستادي مثلا على الليكورايز، على عرق السوس. ليش؟ لان عرق السوس متوفر للجميع. زين هي سوت دراسه ما تقدر تحتكر نفسها، احنا كل شركه عندها بيتنسي 10 سنين انه حق التسويق ما تنطي، بالتالي ما راح يصرف لها. زين تخسر. ونشوف احنا نشوف الفايتو سبلمنت كلها يعني 90% مو اف دي اي ابروف. ليش؟ لان ماكو دراسات عليها، دراسات مكلفه بها دبليو اتش او ابروفال. يعني احنا بدنا نحكيها هسه كلها بها دبليو اتش او ابروفال، اما اف دي اي ابروفال هاي صعبه انه على ناتشرال برودكت. يعني نادرا نشوف الاف دي اي تنطي لنا ناتشرال برودكت تنطي عليه ابروفال. ليش؟ لان الاف دي اي شويه ستريكت، تحتاج لها دراسات هوايه ويحتاج يعني هوايه متعلقه. زين هسه نجي انواع اللاكزيتيف اللي نقدر نستخدمها. من يقدر يعدد لي انواع اللاكزيتيف؟ دكتور اكيوت كرونيك، ايه اوزموتيك، بعد سلاين لاكزيتيف، سلاين لاكزيتيف، بعد ستيمولنت لاكزيتيف، بعد اوزموتيك لاكزيتيف. اوزموتيك لازاتيف انها بالك فورمينج لازاتيف اللي هو اهم واحد، بالك فورمينج لازاتيف اللي هسه قبل شوي حكينا عنه. البسكوديل والسينا واللاكتوز. تمام، البسكوديل والسينا هي ستيمولنت لازاتيف. هسه نيجي على وحده وحده. البالك فورمينج لازاتيف، بالك فورمينج لازاتيف من اسمها مثل شنو عندنا البالك فورمينج لازاتيف؟ اي فايبر. اي فايبر هاي بناخذها احنا. هي بالك فورمينج لاكزيتيف. الاستيمولنت لاكزيتيف مثل شنو عندنا؟ السنا السنا والكاستر اويل اللي اخذناها، كاستر اويل هذا اللي اخذناها وين بالكورس الاول. الاوزموتيك لاكزيتيف، اوزموتيك لاكزيتيف مثل شنو عندنا؟ صوديوم لاكتوز، لاكتوز والشوجر ميلك يسموها. بعد ايش عندنا يا لاكزيتيف؟ المدني الناتشرال سورس. دائما ال اللاكزيتيف نستخدمها بيست اون شنو؟ بيست اون البيشنت الاندفجوال. شوفوا احنا من يجينا بيشنت عند كونستبيشن لازم نعرف الكوز مال كونستبيشن. زين يعني اذا عنده كرونيك كونستبيشن لازم شوي ناخذ منه هيستوري حتى نعرف الكوز. ممكن يكون عنده مالجنت ديزيز اذا كان عنده كونستبيشن مور ذان 1 مانث. زين ويا بلاد او مو ويا بلاد هاي تاخذها بالسريريا ان ديتيلز. نيجي نركز هنا على الناتشرال برودكت. طبعا هنا يحكي لنا على الاوزموتيك لاكزيتيف يقول لك اكثر شيء تكون اوف مينرال اورجن. زين هي المغنيسيوم سالت، مغنيسيوم ماجما وغيرها. الناتشرال اوزموتيك لاكزيتيف اللي هو الميلك شوجر. زين هو الميلك شوجر اللي هو يتحلل داخل الامعاء الى جلاكتوز. هذا الجلاكتوز يتحلل بعدين فعلا نورمال فلورا يتحول الى لاكتيك اسيد، بالتالي يزيد من الاوزموتيك بريشر وقللنا الكونستبيشن. زين اسرع كونستبيشن، اسرع دراج يشتغل على الكونستبيشن ياهو من يعرف؟ اسرع واحد لاكتوز.
اسرع واحد ستيمولنت لاكزيتيف. سكوديوم ايه مش سكوديوم ستيمولنت لاكزيتيف يشتغل ويا 12 اور. اوكي طبعا تتذكرون احنا الستيمولنت لاكزيتيف به هواي مشاكل، من يعرف يقدر يتذكرنا الستيمولنت لاكزيتيف المشاكل مالته؟ habit forming. habit forming one of the most important complication of stimulant laxative habit forming. other than habit forming is the deterioration of electrolyte. دائما البيشنت اللي ياخذ stimulant laxative for long term يصير عنده loss of شنو of electrolyte من عندها potassium hypokalemia يصير عنده زين استخدام طويل يصير عنده لوس للهايبوكاليميا يصير عنده هايبوكاليميا بالتالي ايش راح يصير عنده ممكن يصير عندنا رينال انجري ممكن يصير عندنا تنتهي برينال فيلر زين هذا الاستخدام الطويل ليش من يستخدم الستيمولنت لاكزيتيف هم العجايز الالدرلي بيرسون هذول الالدرلي بيرسون هم اصلا ات ريسك اوف هايبوكاليميا فيستخدمه فتره طويله عنده هابت فورمينج صار عنده هايبوكاليميا يعني يفقد الكترولايت يفقد بوتاسيوم صار عنده ليفر انجري كدني انجري زين ممكن يصير عنده هايبرتنشن وخلاص يعني هذا ون اوف ذا موست تالي يصير عنده هايبوكاليميا حتى ديجوكسين ما يقدر ياخذ يصير عنده هوايه مشاكل كارديو باسكولار بروبلم زين رينال انجري هذني الالدرلي بيرسون اللي ياخذون ستيمولنت لاكزيتيف فور لونج تيرم هاي المشاكل تصير عندهم بالتالي الستيمولنت لاكزيتيف كونترا اندكيتد بالبيشنت اللي عندهم كيدني انجري اللي عندهم هايبرتنشن اللي عندهم بريجننسي بريجننت وومن ما يصير نعطيها ستيمولنت لاكزيتيف ليش؟ لان ستيمولنت لاكزيتيف تسوي لنا كونتراكشن للسموث مسل مع اليوترين مسل اوكي هذني كلهم كونترا اندكيتد جروب ليش اسمها؟ الستيمولنت لاكزيتيف ترى شوفون حكي هوايه بالمحاضره ترى ركزوا بس على الشغلات اللي هي امبورتنت شوفون المحاضره هو باش كبرها شقراها كذا احنا ما نجيب في شيء درف بس تفهمها كلش كافي البولك فورمينج لاكزيتيف قلنا لكم ميكانيزم هسه راح نجي على الامثله زين طبعا البولك فورمينج لاكزيتيف قلنا نستخدمها للتريتمنت اوف دياريا والكونستيبيشن زين بالدياريا ناخذ وياها ووتر قليل بالكونستيبيشن ناخذ وياها ووتر هوايه عندنا نوعين من البلك فورمينج لاكزيتيف اما بلك فورمينج لاكزيتيف اللي هي فايبرز او عباره عن نسميها سويلينج ايجنت السويلينج ايجنت اللي هي بس تنتفخ زين هي تقريبا نفس الميكانيزم اوف اكشن ما بيديش شو اسمه طبعا واحدة من الادفانتج اوف بلك فورمينج لاكزيتيف زايد لنا النورمال فلورا بداخل الامعاء زين تدرون البلك فورمينج لاكزيتيف ما يصير لها هضم زين يعني ما يصير لها دايجستشن بالتالي ايش راح تسوي؟ راح تزايد لنا النورمال فلورا النورمال فلورا مهمه جدا للاميون فانكشن اوف جي اي تي وبنفس الوقت للموفمنت مال الجي اي تي هسه الفلاكسيد هذا نجي على الاكزامبل للبلك فورمينج لاكزيتيف اللي هي السويلنج ايجنت اللي هي الفلاكسيد او اللينسيد هذا من يعرف شنو فلاكسيد بذور الكتان زين بذور كتان اللي هي هاي عبارة عن شنو بذور محاطة طبقة كلش تخينة من البوليساكرايد هاي وجواها اكو زيت في الكتان زين يعني طبقتين طبقة سميكة كلش من زيت الكتان من البوليساكرايد زين وبداخلها اكو شو اسمه الطبقة هاي القشر مالتها من يصيرها in contact with water ايش راح يصير؟ راح تنتفخ اربع اضعاف أربعة إلى خمس أضعاف زين من الحجم مالتها بالتالي يعني يصير absorption of water و swelling بها بالتالي توقف لنا الدياريا زين هذا اللاين سي
الجوا هالاويل هذا ممكن يستخدم تريتمنت اوف يعني اسينشال اويل. الكوليسترول لورينج. اوكي هذا بالنسبه لللاين سيد. بلانتاجو سبيشيز اللي هي اهم شيء وموجوده عندنا بكل الصيدليات زين اللي هي سامعين بالاسباغولا هوسك نعم سيليوم هوسك. ايه الاسباغولا هوسك والسيليوم هوسك ذني بلك فورمينج لاكزاتيف. اكو شايفين بالصيدليات عندنا برودكتات اما تجي على شكل ساشر زين فايبر فايبوجيل اسمها فايبوجيل هي عباره عن اسباغولا هاسك وسيليوم هاسك. و هاي شو يصير لها من ناخذها احنا نفس الميكانيزم تسويها سوالينج تاخذ الووتر من الانفايرمنت اللي موجوده بيها بالتالي يصير بيها تسوي لنا جروث نورمال فلورا. وبهاي السوالينج مالتها ايش راح تسوي؟ راح تمتص كل الووتر اللي موجود بالسراوندينج بالتالي تقلل لنا الجاستريك موفمنت او الانتستاينال موفمنت وتوقف لنا الدياريا. حاله الكونستبيشن نفس الحاله راح ناخذ وياها ووتر هوايه زين راح تنتفخ زين بتنتفخ تضغط لنا على الوول مال اليومن بالتالي تزيد لنا البريستالتيك موفمنت. اوكي هذا الاسباغولا هوسك والسيليوم هوسك. اوكي ليش شو معنات هوسك؟ هوسك القشور مالتها يعني القشور مال الاسباغولا والسيليوم هي تكون السوالينج يعني تنتفخ تقريبا 45 مره بقد الحجم مالتها. اوكي اكو بيها اكثر من 9 مرات زين اكو سوينج فاكتور مالتها. السوينج فاكتور يعني السوينج فاكتور مال الاسباغول السيليوم هاسك الاسباغول هاسك تقريبا 40 اكثر من 40 مره زين اوف نورمال ويت مالتها هذا السيليوم هاسك الاسباغول هاسك. السيليوم هاسك نفس الحاله زين من شايفين انتم النخاله من سامع بالنخاله؟ النخاله هاي مال الحنطه القشور مال الحنطه زين دكتور سامع بيها ايه هاي ريتش سورس اوف شنو؟ اوف فايبرز موجود على شكل كباسيل بران. من شايف الصيدليه كبسول بران كباسيل بران هاي الخاله جواها زين ابسط شيء بالحياه هاي عباره عن فايبر تفيدنا بحالات الكونستبيشن زين بس لازم دائما البلك فورمينج لاكزيتيف لازم ناخذ وياها ووتر هوايه. ليش ناخذ وياها ووتر هوايه؟ اول شيء من تصرف البلك فورمينج لاكزيتيف اول كلمه تقولها للبيشنت اشرب قد ما تقدر مي. ليش؟ حتى ما دار ماء حتى لا يصير عندنا انتستاينال اوبستراكشن زين حتى لا يصير عندنا شنو؟ انستانال اوبستراكشن. هاي اهم قاعده من تصرف البلك فورمينج لاكزيتيف يعني جاك للصيدليه بيشنت عندك ارخص شيء واحسن شيء بران كبسول تقول له اخذ لك ثلاث كبسولات اربعه ويا كل وجبه بس اهم شيء تقول له اشرب قد ما تقدر تشرب مي وياها زين ليش؟ على مود يصير عنده انستانال اوبستراكشن. حاله الدياريه بالعكس تقول له حاول لا تشرب مي وياها هواي زين بس البران بي مشكلة. البران هو اللي هو قلنا لكم النخالة زين البران اللي هو اللي يسميها الهاسك مال التيكتام افيستام اللي هو الحنطة هذا بي مشكلة بي فايتك اسيد والفايتك اسيد يسوي لنا كومبلكس ويا الفيتامينز والمينرال بالتالي يعني نوت advisable to take high amount of bran خاصة اللي ياخذون فيتامينز وامينو اسيدشن يسوون كومبلكس وياهم. اوكي يعني انت بالصيدليه صرفت جاك بيشنت عنده كونستبيشن صرفت له بران
بنفس الوقت هذا يكون البيشنت ياخذ فيتامينز او امينو اسيد، ياخذ فيتامينز مينرال. لازم اما تخلي بيريد بيناتهم اقل شيء ساعتين بين واحد وواحد، او ما تنطيهم سوية. ليش؟ لان البي فايتك اسيد والفايتك اسيد يقلل الابزوربشن او فيتامينز. اوكي بس الاوزموتيك لاكزيتيف، هاي الاوزموتيك لاكزيتيف اللي هي شنو قلنا لكم؟ هي الميلك شوجر زين او شوجر ميلك، اللي هي نفس الحاله تتحول الى لاكتيك اسيد. كاركتوز وجلوكوز فعلا نورمال ستورا. طبعا هي موست امبورتنت تريتمنت فور لونج تيرم كونستيبيشن. يعني جاكم هذا الحج اللي هو اون هابيت فورمينج اوف سينا او ستيمولنت لاكزيتيف، حولوا على اللاكتيولوز. ليش؟ لان اللاكتيولوز سيف زين، سيف كلش سيف باللونج تيرم. هذا اللاكتيولوز يتحلل بداخل الامعاء فعلا نورمال فلورا الى شنو؟ الى لاكتيك اسيد و من العفو الى جلوكوز وجلاكتوز. الجلاكتوز يتحول الى لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيد بي اوزموتيك بريشر زيد من الاوزموتيك اوزمولاريتي مال الانسان. بالتالي ايش راح يسوي؟ راح يسحب الووتر داخل اليومن، بالتالي زيد من الانسان الموفمنت. اوكي الستيمولنت لاكتيك، تتذكرون الستيمولنت لاكتيك ترى اخذناها بالكورس الاول زين. الانثراكوينون نفس الحكي، ما عندنا في شيء يختلف زين. دكتور الاوزموتيك مال اللاكتيك يصير يستعملون السكر لانه هو جلوكوز لو ياثر. جماعة السكر بقى عادي يستخدم لهم. ليش؟ لان اللاكتيولوز نسبة الجلوكوز بي يعني قليلة، مو كلها تتحول الى جلوكوز زين، اكثر شيء جلاكتوز. فإذا السكر ماته كنترولد عادي، إذا نوت كنترولد لا زين. إذا الشوجر ماته نوت كنترولد لا ما يصير ننطي، بس إذا كنترولد تقدر تنطي، بس مو فور لونج تيرم. لونج تيرم مو مفضل جماعة الدايابيتيك إنه تنطي لاكتيولوز فور لونج تيرم، لا زين. بالك فورمينج عندك alternative more effective. هذا نفس الحكي اللي حكينا على stimulant laxative زين. الانثراكوينون والانثرون وال نفس الحكي اللي بالكورس الاول، وهسه عندنا انه باللونج تيرم شو يسوي عندنا وبالشورت تيرم شو يسوي عندنا. اوكي فرانجيولا هم اخذناها بالكورس الاول، باكثورن امريكان براكثورن باكثورن. الفرانجيولا هي نفس السنه زين، بس عندها مايلدر اكشن ذان سنه. تذكرون اخذناها بالكورس الاول فرانجيولا يسموها الباكثورن. اوكي تذكروها مو بري دكتور؟ ايه قلنا لكم هاي عندها ستيمولنت اكتيفيتي بس مايلدر ذان السنه. اكو امريكا طبعا بكثر موجوده هسه بالماركت، كومبينيشن دائما تجي ويا سنه سينالاكس بلس زين. يعني هي سنه وياها بكثر او الفرانجولا. هاي السنه عندها نوعين انجستيفوليا وسنه اكيوتي فوليا زين. نفس الحاله اخذناها بالكورس الاول، ما يحتاج نعيد مقفل بيها في شيء جديد زين. هسه نجي على الانفلاماتوري جي اي تي كونديشن او الجي اي كونديشن جاسترايتس اند السر. من يعرف ايه فايتوثيرابي نستخدم بالجاسترايتس؟ يا فايتوثيرابي واحد عنده جاستريك السر، شنو نستخدم الناتشرال برودكت؟ تذكروا بالكورس الاول واحد معدته مو زينه شنو نستخدم له؟ شنو نستخدم له؟ دكتور عقل السوس؟ عفوا عقل السوس جلاسريزا جلابرا.
زين غلاسريزيا جلابرا كنا نستخدم ليش؟ غلاسريزيا جلابرا عنده انتي انفلامتوري يفيد بحاله الجاسترايتس. الجاسترايتس شنو الجاسترايتس؟ يصير عندنا انفلاميشن بالميكوزا لاير مال الستومك او الايسوفيجاس زين يعني فلتريشن اوف نيوتروفيل. نستخدم الفايتوثيرابي اللي يصير اللي عندها انتي انفلامتوري اكتيفيتي اللي هي مثل الكاسريزيا لابرا، ونستخدم مثلا الكاموميل. كاموميل يعني شنو؟ بابل نك. بابل نك بابل نك هو الكاسريزيا لابرا نذني ذا موست امبورتنت فايتو سبلمنت او نسميها هيربال سبلمنت يوز فور جاسترايتس او غاستريك ألسر. والالجينيت غابيسكون، غابيسكون عبارة عن شنو؟ صوديوم الجينيت. الالجينيت هي مادة نستخلصها من الطحالب زين ان كونتاكت وذ كونتاكت وذ ووتر. ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا مثل الكوت على الديسكس كوت على اللايننج مال الستومك زين، وتمنع لنا الريفلكس مال الاسيد داخل الايسوفيجاس. هذا الالجينيت صوديوم الجينيت زين. Come of natural origin. ليش؟ لأنه من الألجي براون ألجي يعني استخلص من البراون ألجي فأكيد هو natural يعني الجابسكون هو natural natural source يعني derived from natural source. قاعدنا ثلاث شغلات اللي هو الألجينيت والجابسكون الكاموميل واللاكورايس. قبل يعني كانوا يستخدمون الليكورايس، بس هسه الليكورايس تدرون يعني بي سايد افكت بمشاكل. اكو ساينتفك دريفيتيف احسن من عنده زين، مثل عندنا الزانتاك اللي هو الاتش 2 ريسبتور بلوكر، سيميتيدين، تاجاميت يعني رانتيدين زانتاك، او بروتون بامب انهبيتر، اومبرازول، لانسبرازول، بانتبرازول زين. هذني ساينتفك مور افكتيف ذان الليكورايس، فقليل نستخدمه يعني اذا ماينر ايلمنت زين نقدر نستخدمه يعني كاد اون. اما ان واحد عنده السر واستخدم له فقط كاموميل او ليكورايز هاي كلش واقفه، لا ما يصير زين. بس مثلا هو مثلا بده ياخذ بن الاومبرازول، بده ياخذ الاتش 2 ريسبتور بلوكر، ورات فتشي اد اون بده ياخذ الكاموميل او ليكورايز زين. يقدر از بروفيلاكتيك يستخدم الكاموميل، اما انه يستخدم فقط كاموميل او ليكورايز لغاستريك ألسر لا هذا ما نقدر عليه. اوكي هاي الالجينيت اللي هو الالجينيك اسيد. انايونيك بولي ساكرايد زين، انايونيك بولي ساكرايد ناخذه من البراون ال دي زين اللي راح يسوي لنا ديسكاس جام. شايفين الإعلان مال جابسكون نفس الميكانيزم. أوكي الكاموميل اللي هو الماتريكاريا ريبيتا، ناخذ ريست شوية طلاب يا ريت دكتور. نبقى بالميت ولا نطلع ناخذ ريست؟ كم دقيقة دكتور؟ خمس دقائق. أوكي خمس دقائق ونبقى بالميت تطلع تمام.
شباب هذا راح أنزل رابط الحضور. سجلنا حضور هنا. دكتور مكتوب على الفورم فارماسي إيثيكس ترى سجلت حضور مو كملته؟ راح اسد الرابط. دكتور عند اغلب الطلاب ما يشتغل. دكتور يمي ما يشتغل. ما يفتح. ما يفتح. هو نفس الرابط كل مرة انزلكم اياه. السبعين واحد سووا ريسبونس. دكتور مدى يفتح يم الرابط ليش يكتب لك لما جاي يدخل له يكتب لي ethics يعني مو الفارماكوجنسي ethics أنا هاي الصراحة غيره دكتور أني إيه ماكو مشكلة الصراحة غيره ماكو مشكلة أو حتى جاب حتى لو أتنس ما مشكلة دكتور أنا ما عندي ما أجل أوصل أي رابط بالتعليقات نزلنا عيوني نعم دكتور بالتعليقات نزلنا يلا يعني ماكو مشكلة مع الحضور ما أخلي عليه درجة بس للعمادة يعني من أصل 240 طالب داخلين 85 طالب زين ومن ننطي الساعيات يجون يقولون والله ها دكتور ساعياتنا قليلة زين إذا أنت محاضرة مو هاي أول محاضرة هاي خامس محاضرة ولا أبالي
شلون يعني؟ ما ادري مالي. المهم نكمل. الكاموميل ماتريكاريا ركتاتا زين. طبعا نستخدمها هي انتي انفلاماتوري بنفس الوقت انتي سبازموتيك زين. الجي اي تي يعني تفيد في حالات الجي اي سبازم، حالات الانفلاميشن جاستراتس. الكونستيتيوت، الكونستيتيوت مال الكاموميل ركزوا عليها زين. طبعا هو الميجر كونستيتيوت مالتها اللي الميجر كونستيتيوت اللي هو الاسينشال اويل زين. لازم تكون بي اسينشال اويل اقل شيء 0.4% زين. الاسينشال اويل موجود عندنا البيسابولول ليفومينيل زين او ليفومينول. هذا one of the most important essential oil act responsible for activity، وكذلك بالسوبولول اوكسايد زين. هذين essential oil responsible for the activity بالاضافه الى الازولين اللي هو الكاموزولين. الكاموزولين اللي هو بلو دارك بلو كلر كومباوند موجود بالكاموميل يطلع لنا بالستيم ديستليشن زين. اضافه الى الفلافينويد والسبيرو ايثر، سبيرو ايثر والفلافينويد. ذن الاربع انجريدينت اللي هي البيسابولول والكامزولين اللي هو الازولين داي والفلافينويد والسبيرو ايثر ذن هي ريسبونسبل فور الاكتيفيتي. الفلافينويد اللي هو الابيجينين والابيجينين 7 اول جلايكوسايد هي الميجر فلافينويد الموجوده عندنا بالكاموميل. اوكي بابونك ترى موجود عندنا طبيعيا بالعراق زين فصل الربيع خاصة بالشمال هواي يطلع الكاموميل زين. يستخدمونه وين بابونك؟ بيا حالات الكولد نزلات البرد من الكاموميل وخلونا بمي يغلي البخار مالته والستيشيال اويل مالته هو اللي راح يسوي يعني كريسبيراتوري. هسه راح نروح بالريسبيراتوري هم يشوف الكاموميل زين. احنا كجي اي تي لا يشرب شرب زين باعتبار انه سبازموليتيك وبنفس الوقت انتي انفلاماتوري تمام. الثيرابيوتيك يوز مال كاموميل قلنا لكم اياها انتي انفلامتري سبازمولاتيك انتي بكتيريا وانتي فانجل زين. انتي بكتيريا وانتي فانجل هاي ابروفد زين ابروفد يوز. الليكورايز او جلايسيريزا جلابرا مو جديد عليكم، ما اخذناه بالكورس الاول. هم نفس الحاله يوز تو ريليف جاستريك انفلاميشن سبيشال ان كيس اوف اوبتيك السر ديدن الالسر زين. بس مشكلته لازم ما نعبر الدوز 200 الى 600 ملي جرام اوف جلايسيريزين. جلايسيريزين هو شنو؟ الجلايكوسايد واجلايكان. جلايسيريزين هو الجلايكوسايد مال اللي هو ريسبونسبل فور شنو؟ السويت سويت تيست مالتها. لازم ما نستخدم الجلايسيريزي اكثر من 6 اسابيع. ليش؟ لان تاثرنا على المينرال الكورتيكويد زين. هسه قليل يستخدمه بحالات الجاستراتس. ليش؟ لان اكو better alternatives زين. وين كونترا انديكيتد الليكورايز؟ كونترا انديكيتد بالليفر ديزيز، بالليفر سيروسز، هايبرتيشن. يعني واحد عنده هايبرتيشن ما يصير ينطي عرق صوص، واحد عنده هايبوكاليميا ما يصير ينطي عرق صوص، واحد عنده رينال فيلير، كارديك ديزيز، بريجنسي ما يصير ينطي ليكورايز. ليش؟ يعني تاثرنا على المينرال كورتيكويد اكتيفيتي. اوكي وكذلك تستخدم ارضك سبيكترون تتصف يعني تذكرون بالكورس الاول اخذناها زين. اذا ليكورايز كونستيتيوان جلايسيريزين هو ريسبونسبل فور سويت تيست، والجلايسيريتريك اسيد اللي هو الاجلايكان اوف جلايسيريزين اللي هو بيتر بالاصل يعني طعمه مر. بس جلايسيريزين اللي هو الكنتاسات تراكتين سابوني اللي هو ينطي الطعم الحلو للجلايسيريزيا احلى من الشوكر 50 مره.
الجينين الاجلايكان جلايسيرينيك اسيد اللي هو الاجلايكان بالاصل هو مر اصلا. زين، فمن يعرف الفلافينويد الموجوده بالجلايسيريز جلابرا؟ ايش كان اسمها؟ الكوريتين والايزوكوريتين هي الفلافينويد شاركون اللي موجوده بالجلايسيريز جلابرا. هسه نيجي الديسبيبيجيا. الديسبيبيجيا والبارلس، الديسبيبيجيا مختصر من سوء هضم. زين، يعني واحد من ياكل، واحد من يضرب له فاكهه، زين وراه شو يحس؟ يحس بالفولنس، تصعد الاسيديتي عنده، يصير عنده مرات ستومك بين. هذا كله يعتبر ديسبيبيجيا، يعني ما نقدر بيشنت ما يقدر دايجست فود، زين خاصه فود ريتش ان بروتين وفات. اوكي، هاي بعد الاكل يصير عندنا حاله. شنو الفايتوثيرابي اللي نستخدمها للديسبيبيجيا؟ اللي هي نسميها الكولاجوج. الكولاجوج اللي هي راح تزيد لنا شنو؟ تزيد لنا البايل اسيد سكريشن. زين، حتى تدرون يزداد البايل سكريشن، يزداد الدايجستن مال الفود اللي يحتوي على فات هواي. اوكي، وبنفس الوقت هذول البيتر بيتر برنسبل او البيتر تونيك زندني اللي هي تزيد لنا سكريشن مال الاتش سي ال، تزيد لنا سكريشن مال السلايفا. هاي البيتر بسبب طعمها المر راح تحفز لنا ريسبتورات موجوده عندنا بالابر جي اي تراك، بالتالي ايش راح تزيد لنا؟ تزيد لنا السكريشن مال الجاستلين مال اتش سي ال مال السلايفا، بالتالي تزيد لنا الدايجستن. اذا الديسبيبيجيا كولاجوكس ايجنت اللي هي تزيد لنا البايل اسيد سكريشن، والبيترز اللي هي تزيد لنا السكريشن مال اتش سي ال السلايفا والجاستلين. اوكي، يعني الفايتو ميديسين او فايتو سبلمنت اللي هي تستخدم از بيتر اللي هي الجيشن والورمود. زين، ارتميسيا ابسيتم اللي هو الشبيح، قلنا لكم ميكانيزم تشتغل على ريسبتورات موجوده بالتونج وبالابر جي اي، ستيمولي سكريشن اوف سلايفا جاستريك جوس. زين، جاسترين. هاي هسه نيجي الكولاجوكس الارتيكوك. الارتيكوك يعني شنو؟ خرشوف. تعرفون شنو خرشوف؟ سامعين بيه خرشوف؟ لا دكتور. اي، فاكهه هيك شكلها، اكتبوا بالجوجل تعرفون شكلها. زين، انا ما دخلت الصور هنا لان هذا راح يصير كلش كبير عليكم، فالصور ما يعني، بس ارتيكوك هو الخرشوف موجود. زين، هذا يستخدم هذا كولاجوك. ليفر ديزيز، اي ليفر ديزيز ممكن نستخدم الارتيكوك، وبنفس الوقت يعتبر انكريز بالسكريشن مال البايل اسيد. زين، يقلل لنا الكوليسترول ليفل بداخل الجسم. اوكي، اذا ليش نستخدمه للديسبيبيجيا؟ نستخدمه انه يزيد لنا السكريشن مال البايل اسيد. الاكتف كونستيتيونت مالته اللي هو السيانوبكرين، سيانوبكرين وسيانارين. هذا بالنسبه للارتيكوك. الثيرابيوتيك يوز على الليفر، انتي هيباتو توكسيك افكت، كولاجوج اكتيفيتي، ريدكشن اوف كوليسترول ليفل. زين، راح نشوفه بالسليبيديميا هم نفس الحاله، الارتيكوك نقدر نستخدمه هناك ويقلل الليفل مال الكوليسترول. يعني هو ناتشرال برودكت بنفس الوقت يقلل الليفل مال الكوليسترول. فنقدر نستخدم الارتيكوك بعلاج الفات انتولرنس، بلوتينج، فلاتولنس، كونستيبيشن، وكل هاي الديسبيبيشن يعني اسوشيتد ديسبيبيشن. اوكي، تذكرون الجيشن اخذناه بالكورس الاول؟ الجيشن اللي هو دايجستيف ستيمولنت، يعني بيتر 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 ستيمولنت. شو يسوي لنا هذا الجيشن؟ يزيد لنا السكريشن مال ال HDL والسلايفا وغيرها. اوكي، الاكتف كونستيتيونت مالتها اللي هو جيشو فيكروسايد. زين، والاماروجنتين، هذا اللي الاكتف انجريدينت اللي موجود عندنا بالجيشن، كل وحده والبيتر فاليو مالتها.
كلش بتر. هذا الجيشن، شايفين هذا الحبر الازرق الموجود بالصيدليات، وهذا عباره عن جيشن. زين، ثيرابيوتيك يوز افيلبل ايفيدنس، ثيرابيوتيك يوز ابيتايت بوستر، جيشن بتر. دائما البتر، اي بتر استمرين يستخدم ابيتايزر. شلون؟ اي بتر، اي شيء بتر زين نستخدمه از ابيتايزر. ليش؟ لان راح تزيد لنا السكريشنز مال، تزيد لنا الموتريك مال الجي اي تراك. اوكي، هذا الجيشن نستخدمه لل ابيتايت بوستر، لاكتولانس بوتين زين. نستخدمه كذلك للليفر ديزيز. من سامع بنبات الشيح؟ نبات الشيح من سامع بيه؟ ما سامع بيه. طبعا هذا كلش نبات له فارماكولوجيكال اكتيفيتي كلش هوايه، انتي هيلمنتك يشتغل زين ويشتغل بكر زين. موجود عندنا بالعراق هواية يصير، خاصة بالمناطق الصحراوية زين. فالأوراق خضراء تصير، زي العشابين اللي تروحون عليه تشوفون بس كلها الشيح، نبات الشيح هواية موجود عندنا بالعراق. هذا الشيء يشتغل بيتر، انتي المنتك زين، وكلها جوج بنفس الوقت. يعني بالفاريس اكثر شيء يسوونه شاي ويشربونه زين. اسم العلمي ارتميسيا ابسيتم او الورمود. البيتا ثوجون هو الميجر كومباوند الموجود عنده. طبعا بيتا ثوجون شويه توكسيك، اذا كان كونسنتريشن مالته عالي زين ما نقدر ناخذه، بس اذا كان على شكل تي لا، يكون كونسنتريشن قليل فنقدر ناخذه. بيتر تونيك، كولاجوج وانتي الميتيك. اوكي، طبعا حتى بوقت كورونا صار اكو فد هذول الاشرافين قاموا يستخدمون الشيح للتريتمنت على اساس اوف كوفيد 19، بس ماكو اي داتا او اي بحوث سبورت ذير كليم. اوكي، نوزيا والفوميتينج، من يقدر يقول لي شنو البرودكتات اللي نستخدمها النوزيا والفوميتينج كناتشرال سبلمنت؟ زنجبيل، جنجر، زنجبيل اوفيشنالز. وشو تصير عند النوزيا والفوميتينج؟ اما بالموشن سكنس او بالمورنينج سكنس. الموشن سكنس هو شنو؟ دوار الحركة يعني، مال دوار السفر. ايه، هذول اللي يصعدون بالسيارة مرات في العبرة تسمعون. ايه، المورنينج سيكنس هذا اللي يصير عندهم بداية البريجننسي، يصير عندهم نوز وفوميتنج. ناتشرال برودكت نستخدم منهم الجنجر او زنجبر اوفيشنالز. دائما نشوف هسه تشوفون صيدليات دائما البرودكتات الناتشرال اللي تستخدم للجي اي ايلمنت تشوفيها الجنجر، زنجبيل. ليش؟ يعني يستخدم للهوايه فارماكولوجيكال اكتيفيتي عند النوز فوميتنج، عند انتي انفلاماتوري، عند يعني هوايه هوايه انتي اوكسيدنت، هوايه فارماكولوجيكال اكتيفيتي زين. اما الحالات يعني الترناتيف دراج يستخدمها للموشن سيكنس اللي هو السينارزين او الفينوتيازين، ستاجيرون زين، هذا اذا دراج. اما اذا ناتشرال لا، الانتي ناتشرال نستخدم لها اما الجنجر او السكوبولامين. تذكرون بالمحاضرات السابقه السكوبولامين هم كان يستخدم تريننج اوف موشن سكنس. اوكي، زنجبر اوفيشناليس، الجنجر او الزنجبيل. constituent مالته essential oil 1-3%، major constituent of زنجبرين والبيس بيتا بيسابولين زين. الزنجبرين هذا اللي الاسنشال اويل. البونجنت تيست، الطعم مال الزنجبيل اللي هو ريسبونسبل، من ريسبونسبل فور ذيس بونجنت تيست هو الفينول كومباوند زين.
اللي نسميه جينجرول، جينجر دايول او جينجر دايونز او دايهيدروجينجر دايونز وشاغولز. Then the phenolic compound is responsible for the pungent taste of شنو of ginger. لنشوف احنا الزنجبيل الجاف تكون البانجستي الطعمات اقوى او الريحه والطعمات اقوى من الفريش زنجبر. ليش؟ لان الجينجرول يتحول الى شاغول. الشاغول هو الفينول كومباوند ريسبونسبل فور ذا بانجستي اوف اوف جينجر. زين دائما نشوف الدراي جينجر المور بانجنت ذان فريش جينجر. ليش؟ لان الدراي جينجر يحتوي على شاغول اكثر من الفريش جينجر. اوكي ثيرابيتيك يوز، طبعا الزنجبيل معروف انه يستخدم از كارمنتيف، انتي اميتيك، انسبازموتيك، انتي فلوكشولنت، انتي تسر، هيباتو بروتكتيف، انتي بليتيف، هايبو ليبيديميك. هوايه فارماكولوجيكال اكتيفيتي، هوايه بحوث، هوايه ابروفال له. زين بس احنا كجي اي تي يفيدنا شنو؟ يفيدنا كارمنتيف، يفيدنا انتي اميتيك اللي هو الموست امبورتنت فارماكولوجيكال اكتيفيتي اوف جينجر اللي هو الانتي اميتيك، سبازمولايتيك، انتي فلوكشولنت، هيباتو بروتكتيف. زين هذا اللي يفيد لنا بالجي اي تي. طبعا اكو يستخدمونه حتى للريوماتويد ارثرايتس، اكو يستخدمونه لل شو اسمه الهيباتو بروتكشن. زين بس احنا كجي اي تي موستلي للموشن سكنس، موشن سكنس ناتشرال اورجن وما بي سايد افكت. بس حتى للأسر يشوفون أي برودكت يشوفونه مثلا للجي اي تي يستخدم، مستحيل ما تلقي بي جي جي، مستحيل. زين روح أي سبلمنت بالصيدلية أخذه وقرأ الانجريدينت مالته، سبلمنت بحيث يستخدم للجي اي تي. زين مستحيل ما تلقي جينجر، لازم تلقي جينجر. ليش؟ لأن الفارماكولوجيكال اكتيفيتي مالته تقريبا أبروف. حتى بالجماعة الروماتويد كونديشن راح تلقي بيها مرات تلقي بيها جينجر. ايش يعني هواية فارماكولوجيكال اكتيفيتي. نجي على الموست كومن وموست امبورتنت يوز اوف فايتوثيرابي ان جي اي تي هو الريتابل باول سندروم اي بي اس، قولون عصبي. زين المريض اللي عنده قولون عصبي شيء يصير صح، يصير عنده يصير عند alternating constipation diarrhea. شلون ندقنزه؟ نشوفه يصير عنده relief لل pain by defecation or by passing of wind. زين relief لل pain after defecation. طبعا pain يكون بال right iliac fossa يعني right side، ودائما associated with bloating. زين يصير عنده bloating جماعة الـ IBS. كناتشرال سورس نستخدم لهم أفضل شيء شنو؟ وطبعا أبروفد 70% أبروف اللي هو شنو؟ البيبرمنت أويل. البيبرمنت أويل طبعا 70% من البيشنت اللي عندهم IBS يصير عندهم ريليف للـ IBS بالبيبرمنت أويل. زين؟ يعني one of the cornerstone. قلنا لكم الارتيكوك نفس الحالة، هم في حالات الـ IBS. الأتروبين وغيرات الهايوسيامين هذا اللي كذلك يستخدمون. بس هسه بالصيدليات بيبرمنت أويل كبسول هي the most important remedy for irritable bowel syndrome. اوكي بالاضافة الى مرات الكارمنتيف يضيفون كارمنتيف مثل عندنا الديل أويل او الكاراوي وهاي الشغلات اللي هي الكارمنتيف. زين انه قلنا البلوتينج. هسه نجي البيبرمنت، مين ذا بيبريتا؟ البيبرمنت طبعا هو هايبريد اوف ميثا اكواتيكا وميثا سبيكاتا. زين الميثا اكواتيكا النعناع الطبيعي. زين الكونستيتيونت مالته الميجر كونستيتيوت هو الميثول.
ميثول اللي هو responsible for the pharmacological activity of peppermint. زين ميثون مثل مثل استيت وميثوفيوران هذني واكو فلافينويد مثل عندنا الروزماري والكاسيدولا. بس اهم شيء الميثول، الميثول هو الموست امبورتنت فارماكولوجيكال اكتيف كومباوند الموجود عندنا في البيبرمنت. الثيرابيوتيك يوز يستخدمها العلاج للاي بي اس يعني well approved. زين جي اي تي سبازم طبعا موجود على شكل كبسول، دائما شوفوا اللي ياخذ ميثول كبسول ميثول عندنا هاي مال بيسك نيوتريشن، هذا كبسوله كبسوله زي كثير تصير بداخلها موجود عندنا البيبرمنت اويل. من تاخذها حتى تكرمون التريوعه مالتك تصير عباره عن بيبرمنت. زين يعني هالقد ما الفنجستي مالتها عاليه. اوكي طبعا البيبرمنت انهاز جاستريك اكتيفيتي امبيتنج يعني، وموجود اما على شكل كبسول او تقدر تحضره اصلا. السبيرمنت شنو فرق البيبرمنت عن السبيرمنت؟ السبيرمنت هذا النعناع اللي نشوفه بالعلج وبالماوث ووش وبالمعاجين الاسنان، هذا سبيرمنت. سبيرمنت ما بي اي فارماكولوجيكال اكتيفيتي، بس يعطينا اذر وهذا الكول سنسيشن. اما البيبرمنت هذا نشوفه مرات يزرعونه بالحدائق، الكبسول اللي نشوفه بالصيدلية هذا بيبرمنت. زين سبيرمنت لا، سبيرمنت فقط للفارماسيوتيكال اديتيف، ما بي اي فارماكولوجيكال اكتيفيتي. نيجي على الكارمنتيف اللي هو الامبليفوريوس فلويد. زين اللي هو الكاراوي، تذكرون بالاسنشال اويل اخذنا الكاراوي كارمنتيف. نعم دكتور. زين ايه اللي هو الميجر كونستيتيونت مالته الكربون والليمونين، هذا كارمنتيف يستخدم الديسبيبيجيا الفلاتشولنس يعني هذا الغازات. زين انجريدينت بالماء الغريب هذا بالنسبة للكاراوي. الفانل هم اخذناها بالاسنشال اويل. زين نفس الحالة تستخدم از كارمنتيف وبنفس الوقت فاز ولاتي. اوكي دائما نشوف ندني بمكونات المي الغريب. ليفر ديزيز، ليفر ديزيز قلنا لكم شنو اهم شيء بالليفر ديزيز؟ سليبان ماريانم او سيلامارين. ايه سيلامارين هو اهم فايتو سبلمنت بالليفر ديزيز، اهم واحد والوحيد يعني. هسه واحد عنده ليفر سيروسز شنطه شنطه تريتمنت، ما نطو تريتمنت نطو سيلامارين. زين يعني دراج اوف يعني عنده اصلا ابروفر، عنده شبه اف دي اي ابروفر السيلامارين بالتريتمنت اوف ليفر ديزيز. الاندروجرايف فانوكلاتا نفس الحالة يستخدم بالليفر ديزيز، والبربريز سبيشيز اللي هي جولدن سيل هايد او الهايدريس كاندنسز، هذا الجولدن سيل هاي اهم نبات كلش مهم بحالات الليفر ديزيز. زين والسانجوناريا كاندنسز او الجولدن سيل جولدن سيل او الهايدريس كاندنسز تحتوي على بيربرين، هذا البيربرين هو بي انتي بكتيريال وهيباتو بروتكتيف اميبوسايدال، الوحيد اللي عنده اميبوسايدال بروبرتيز هذا الكومباوند. فنستخدم بحالات الديزنتري وبحالات الليفر ديزيز بيربرين. بيربرين هو شنو؟ قلنا الكالويد، ممكن قلنا كواترنري الكالويد بيربرين، هذا المغتسل اللي هو السلابام ماريانا خدناه بالكورس الاول الديتيلز، هنا مجرد رابط في طبعا هاي كلها اخذنا احنا ماخذينها بالكورس الاول. اخر برودكت اللي هو التيرميريك كركم، الكركم الكركم العادي شنو اليوزز مالته؟ انتي انفلامتوري. انتي انفلامتوري هواية عنده، هواية انتي انفلامتوري انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كلش عالي. زين الكركم العادي هذا الاصفر اللي يخليه البرياني. زين عنده انتي انفلاماتوري كلش عالي، عنده انتي اوكسيدنت اكتيفيتي كلش عالي. زين يعني حتى انتي كانسر اكتيفيتي عنده، فهواية بحوث
شوفنا ال health importance of turmeric curcuma. زين يفيدنا بالليفر ديزيز، انفلاماتوري كونديشن، وهيباتو بروتكتيف، ويستخدم لنا حتى الهايبوجلايسيميك هايبوكلوستيميك ايجنت. زين انتي بروتوزول اللي هو بس الموست امبورتنت وان اللي هو انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت كلش عالي. زين وانتي انفلاماتوري تمام. حد هنا اكو احد عنده سؤال؟ شوفوا اكو هوايه فايتو سبلمنت احنا ماخذينها قبل، يعني ما يعني سنه ماري ماخذينها قبل، الكاراواي والفانل والثلاث ارباع المحاضره احنا حاشين عليها قبل. زين بس هاي مهمه، يعني انا مقسمها سيستم سيستم. بس اخذنا الجي اي تي، الاسبوع الجاي ناخذ الكارديو باسكولر، وبعدين ناخذ الريسبيراتوري. زين وبعدين ناخذ الميسلانيوس حتى نكمل الكورس كله، بحيث انت شكو سبلمنت موجود عندك بالصيدليه تعرف اليوزز مالته. هاي مختار الصدر، راح احاول اختصر السبلمنت اللي مو موجوده عندنا في الماركت، احاول اختصر من عندها واحدثها. زين بقي بس اللي موجوده عندنا بالماركت، موجوده عندنا بالصيدليات، نركز عليها حتى ان شاء الله كلها يصير عندكم بها علم، لان هاي ما تقروها ترى باي مكان بس هنا. احاول يعني عيب واحد صيدلاني يتخرج وما يعرف مثلا اليوزز مال الميثول، او ما يعرف اليوزز مال البيبرمنت، يعني شويه صعبه. زين فراح نركز لكم عليها شويه المهمات يعني اللي مو موجوده عندنا بالماركت نحاول نكنسلها او نقلل، بس نذكرها هيك يعني حتى تعرفون. اكو حد عنده سؤال؟ واضح دكتور. تمام تمام دكتور. خلينا نكوسكم كوز صغير لو ما تريدون. ما تريدون كوز صغير؟ كيف دكتور؟ كيف دكتور؟ انا رحت
ما شباب موجودين؟ يلا بالتعليقات.